من متابعينا الكرام، نهاية مقابلة شباب محمدية ونهضة بركان بالتعادل الإيجابي هدف لمثله. كانت هذه اللحظة ديال المغادرة ديال حافلتي الشباب والنهضة من ملعب تبارك الله عليك، من ملعب البشير. متابعينا الكرام، تحت استنفار أمني كبير هنا بمدينة المحمدية. إذا متابعينا الكرام، يعني بعد التعادل مقابلة يعني بعد التعادل في المقابلة اللي جرات قبل قليل، واللي كيف ما قلنا انتهت بتعادل شباب المحمدية ونهضة بركان بهدف لمثله. يعني خلال المقابلة ولا خلال هذه المقابلة شاهدنا واحد من أروع ومن أجمل الأهداف اللي غادي تكون في هذا الموسم هذا، وبالضبط لعلها يعني أجملها في هذه الدورة هذه. زيد إذن متابعينا الكرام، استنفار أمني أمام الباب الرئيسي لملعب البشير. متابعينا الكرام، متابعينا الكرام، يعني كيف ما قلنا نهاية المقابلة بالتعادل هدف لمثله. متابعينا الكرام، مقابلة كيف ما قلنا اللي عرفات حضور بعض من مناصري نهضة بركان وشباب محمدية. متابعينا الكرام، غادي نخشم معكم هذا المباشر ونتلاقاو ان شاء الله في مباشر اخر. الى